وجدت الأم أشرف يلعب بلعب أخته، وقبل أن تعاقبه وتأخذ اللعب بلعبه منه، قال الأب لها: لا تكافئي ليلى على سوء الخروف والفراشة والسمكة. في يوم من أيام الربيع، خرج الراعي مع خرافه إلى المرعى. انتشر الخراف تأكل على العشب وتمرح على سفح الجبل بين الأعشاب الخضراء والأزهار الحمراء والصفراء والبيضاء والزرقاء. رآها الخروف الصغير وقال لها: صباح الخير يا فراشة، صباح النور. أجابت الفراشة: ما أجمل ألوانك. قال الخروف: هل تقبلين أن نصبح أصدقاء؟ نعم، قالت الفراشة. طارت الفراشة وركض الخروف الصغير حتى وصل إلى شاطئ النهر. أنا عطشان، قال الخروف، أريد أن أشرب من النهر. وفجأة رأى شيئا غريبا يسبح في الماء. من أنت؟ سأل الخروف. أنا بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم. صباح يوم مشمس. في صباح يوم مشمس استيقظ فراسا باكرا وخرج إلى الحديقة ليلعب مع قرده فهمان. رمى فراس الكرة عالية قفز فهمان ومسك الكرة وضحك فراس وقال: أحسنت يا فهمان. مسكت الكرة من أول. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي. أنا حرف اللام يا صديقي كمال، وكم يا صديقي كمال و... وأكون في أول الكلام وفيك.
وسط الكلام وفي آخر الكلام. وأنا آتي لكم بأحلام في كثير من الأيام. احترام الدور. كان رامي يقود الدراجة فأراد كريم أن يركب هو أيضا على دراجة. دفع كريم راميا على دراجة وركب عليها. لعبة حمزة. رغم أن حمزة يملك الكثير من اللعب، إلا أنه دائما ينظر إلى ما مع غيره ويتمناه ويطلب من والديه شراء كل ما يعجبه. حاول رامي أن يسترد الدراجة بالقوة، ثم أخذ كل منهما يصرخ بوجه الآخر. اقتربت منهما المعلمة ندى وقالت: لك تبدو منزعجا يا رامي. نزهة في يوم ماطر في يوم دافئ ومشمس خرج الحيوانات لتناول الطعام في الغابة. وفي طريق صاحت العنزة في السماء غيمة كبيرة سوداء تنذر بالمطر. فنسرع إلى الغابة. يا نمنمة الصداقة الحقيقية. علمت نمنمة بأن صديقتها هدى مريضة، فاستأذنت من أبويها لتزورها في بيتها. وعندما زارتها جلست معها لتخفف عنها وتحكي لها عن أخبار المدرسة. شربة ماء في ساحة المدرسة. نظرت سارة حولها وبحثت عن أختها الصغرى رأتها واقفة تتحدث إلى زميلاتها، فسارت نحوها. العنكبوت كتكوت. وجد العنكبوت كتكوت نفسه
يخافونهم خوفا شديدا. فالحشرات ترتجف دائما منه فزعا منه، والجندب يقفز بعيدا بعيدا عنه. صنع العنكبوت يوما شبكة كبيرة وراح يقفز عليها قفزات مثيرة. يا لها من لعبة مسلية ظريفة. هل يمكن أن نقفز عليها على شبكتك الطريفة؟ يبي راحتي الحشرات تقفز تحت ضوء القمر، وهي تتمنى أن يطل ولا ينتهي السهر. برافو برافو. حيلة ليلى. دخلت ليلى على أمها تبكي وأخبرتها أن أخاها الصغير أشرف أخذ صندوق اللعب منها، فذهبت الأم لتتحقق من كلام. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغنى فأنت لو تصدق عليك.